الخدمات العامة، الشباب والرياضة، الثقافة، التضامن. النهاردة إذا كنا نفذنا مشروعات بحوالي 600 مليون جنيه، المخطط إن إحنا هننفذ في مشروعات ب 2.2 مليار جنيه. تاني أنا بأكد لحضراتكم، أنا بتكلم فقط على شمال سيناء، مش بتكلم على سيناء كلها. إذا كانت هي دي المشروعات اللي الدولة المصرية قدرت إنها تنفذها، الصالة الرياضية المغطاة، مكاتب البريد، المخابز، مراكز الشباب وقصور الثقافة، واللي اتعمل من تطوير لكل المساجد والاستادات اللي بتتعمل، ولكن زي ما بقول لحضراتكم في 2.2 مليار جنيه كمشروعات هنبدأ ننفذها في خلال الفترة الجاية، سواء مباني إدارية وخدمية، ملاعب، قصور وبيوت ثقافة وسينمات، مكاتب بريد، مكاتب تموين، مراكز تدريب ومهني. التنمية المجتمعية، وهنا بنتكلم على تنمية الشباب والأطفال، وإزاي إن إحنا نبني الوعي منهم من خلال العديد من محاور التوعية في الندوات والأنشطة الثقافية اللي إحنا مركزين عليها، والحاجات الرياضية الكبيرة اللي إحنا بنحاول نركز عليها في خلال الفترة الجاية مع المحور التعليمي وإنشاء العديد من الخدمات.